بحول الله سبحانه وتعالى وقوته بهذه العجالة، وكما عنونا لهذا العنوان بالمهندس الموحد، فنحن في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أولا ندعو المسلمين إلى توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلقهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. ولهذا خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس. وإنت كطالب لا بد لك أن تعرف التوحيد أولا، لأن الجامعات مليئة بالعقائد، وزي ما أخواننا ذكروا لك في ناس بيعتقدوا إنه غير الله عز وجل بيخلق. سبحان الله، طالب وقد تجد صوفي، وتعرف الصوفي ليس له عقل، تعرف زول صوفي ما عنده عقل، لأنه الإنسان لو عنده عقل وبيفهم ما ممكن يجعل أو يقول أن غير الله عز وجل يخلق أو يرزق أو غيره. وزي ما ذكر لك أخونا إن المشركين كانوا مقرين إن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، دي ما بغالته فيها ذاته، إبليس ذاته رأس المضلين ما كان يعني بينكر إنه غير الله عز وجل يخلق. ربنا قال عن المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. يعني المشركين ناس أبو جهل وناس أبو لهب وناس عقبة ابن معيط وغيرهم من كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، لكن الصوفية الآن بيعتقدوا أنه غير الله عز وجل بيخلق. زي ما قال البرعي في كتابه ليك سلام مني في صفحة 43 تقريبا، قال عنده شيخ خلق من شجرة، من فرع شجرة خدامة. اتخيل يا ناس، شيخ قال خلق من الشجرة خدامة. طبعا الصوفية عندهم ضلالات كثيرة جدا. قال الشيخ جاءه زول قال له: أنا دار لي خدامة. دار لي خدامة، تعمل شنو انت لو دار خادم؟ بتمشي تأجر لي خدامة مش كده؟ لا لا، ده قال له: شيل فأثا وثوبا بعد صلاة الفجر. طبعا بمقلبك الصوفي البليد. قال فأخذ ثوبا وفأسا فذهبوا إلى شجر هناك زي الفيلم. قال فأمر الحوار أو الدرويش بتاعه، قال له: اقطع من الشجرة طول قامة الإنسان. تخيل ذي الصوفية. قال فقطع شجرة طول قامة الإنسان، قال فأمره أن يغطيها بالثوب. معايا يا ناس؟ قال ثم أخذ الشيخ سبحته. ده أبوك الشيخ أيها الصوفي المريض، وبعد شوية عندك فرصة بس تعال جاهز. قال ثم أخذ الشيخ سبحته وبدأ يذكر الله عز وجل في همة عالية، ما أعرف قاعد يقول ياهو ياهو، قاعد يقول شنو الله أعلم. قال ثم تحرك العود، قال ثم صار عمة، يتحرك العود وبقى امرأة. قال ثم ناداها ثلاثا: بخيتة بخيتة بخيتة. ده عبد الرحيم البرع الزريبة، ده رأس الضالين ورأس أهل الشرك في السودان، وبيدعو للناس للشرك بالله عز وجل. والآن الناس الشايلين الشغلة أس محمد المنتصر الليزيري، حامد بابكر، الخنجر، مين ديل كلهم ضالين، وبيجوا في الجامعات بيجيبوا يعني بيجوا التلاميذ بتاعنهم وما بيجونا هنا. احنا بعد العصر ان شاء الله بنفتح لهم فرصة هنا، اي صوفي يجيبه، لو عندك صوفي عنده قرون جيبه هنا، نحن جاهزين له بإذن الله عز وجل. فتعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا سبحان الله، احنا الآن بنناقش لنا زول بيدعي الإسلام بقول أنا مسلم، وبنناقشه ودارين نقنعه إنه ربنا هو الخالق وحده ولا شريك له. سبحان الله، والله إبليس يعجب من هؤلاء الصوفية البلدة. إبليس لو جاء بيقول للصوفية: أعوذ بالله منكم، والله
لأنه إبليس مقر إنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه. ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. في صوفي بيجيب رزق ها؟ ربنا قال فأخرج من الثمرات رزقا لكم، ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. ودي بالفطرة إنه الإنسان عارف إنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه. فلذلك الطالب يجب عليك أن تكون ذو عقيدة سليمة، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك ربنا خلق الإنسان، ومن أجل ذلك أرسل الرسل. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد نحن في هذه الحلقات وفي هذه الأركان لا بد أن نبين للطالب إنه ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجل العبادة. وإنت ما تغتر بالهوس ده، بعد شوية ربنا بيرسل لك ملك الموت. ربنا قال وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أها بعدين تعمل شنو؟ أول ما تسأل عنه هو التوحيد ذاته، بيجوك الملائكة ها؟ لكن الشعبين المجارمة يقول لك ما في عذاب قبر وما في سؤال، والتراب انقرض مش كده، ترابي فات وكده بيكون عرف حاجة. ما قال ما في عذاب قبر وما في منكر ولا نكير ولا غيره، بيكون عرف حاجة. ودي يعني دي فرصة لك انت الشعب الحي، عليك أن تتوب. والله النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في عذاب قبر وفي سؤال. أول ما تسأل تسأل من ربك، بيسألوك من ربك، ربك منه؟ إذا كان أنت موحد وعرفت أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، ربنا سبحانه وتعالى بوفقك للإجابة. لكن إذا كنت صوفي أو غير وعقيدتك فاسدة بتعتقد إنه الله غير الله بيخلق وغير الله بيرزق وغير الله بيدي الجنة، الصوفية برضو بيقولوا كده، بيقول لي غير الله عز وجل بيدي الجنة، زي ما قال البرعي في المدحة بتاعته قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد. يا زول أنا من الأبيض، ما عندنا جنة بتاع الكباشي هناك، ثم أنا صحينا صوفية ولا شنو؟ قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي، قال الما قلت اسمه مخلد كباش في كل بلد كم أدى ولد. ده افتراء على الله سبحانه وتعالى. البد جنى ربنا سبحانه وتعالى ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض. لكن الصوفية انت عارف القرآن ده شغال انه بيكتبوه محايات، الصوفي راسه كله محايات ومعلقه حجبات ها؟ ومدخن به وبخرات، ما فاهم اي حاجة. ربنا قال عن القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تقرأ القرآن ده وتفهمه وتعمل به. لكن الصوفية بيقول لك أبويا الشيخ عادي بدي جنة، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيّن لنا إنه الجنة ده بيجي بطرق معروفة وبيجيب ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض، الملك للسماوات والأرض ده لربنا سبحانه وتعالى. الصوفية قالوا الملك زي ما قال الختمي محمد عثمان الميرغني الختم، قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا. يعني لله ملك السماوات والأرض عند الصوفية ما شغالة، وبيعتقدوا إن شيوخهم هم المالكين لهذا الكون. لكن ربنا قال لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا يديك بنات، ويهب لمن يشاء الذكور وشنو أو يذوجهم ذكرانا وإناثا يديك أولاد وبنات. ربنا قال ويجعل
من يشاء عقيما. تاني في طريقة بيه هاي بيجيبوا الصوفية. طبعا انت كطالب لو بيجيزه الموحد وعرفت ربنا سبحانه وتعالى وعرفت انه ربنا هو وحده لا شريك له الذي يهب الذرية، ربنا لو ما اداك جنة بتسأل ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت كزول صوفي، طبعا الصوفي لو يتزوج وربنا ما اداه جنة بيشيل زوجته بوديها للشيخ. يا خايب والله دي خيابة، توديها للشيخ؟ الشيخ ده مجرم يا زول والله جد. الشيخ طبعا بيجي بيقول لك طبعا انت خليك قاعد هناك في البرندة، طبعا انا عندي لها سر. عرفتوا السر؟ هاي معروف. يقول لك انا عندي سر، وطبعا لو لقى وجيها وكذا يقول لك دي طبعا دايرة عزيمة ثقيلة جدا، تخليها ثلاثة يوم يا بليد، تخليها ثلاثة يوم يا مسكين. ولو لقاها الله يكرمك يقول لك يا اخي دي طبعا دايرة بخرات كذا، ونديك الفاتحة وامشي. والله صوفية دي المجارمة، اعمل منهم حسابك. اول حاجة في نصابين في الجامعة دي بيخربوا العقيدة بتاعتك، اولهم الصوفية. طبعا الصوفي بيجي هنا وبيشتغل، طبعا بيقول لك يا اخي نحن بنمدح ونحن كده وبتاع، بعد شويه داري يجرك يبقيك صوفي. وانت لو بقيت صوفي بتكون ماشي مع الشيخ زي ضله، زي ما البرعي الكذاب المجرم في كتابه رياض الجنه موجود قال استاذك يا فقير. ده انت لو بقيت صوفي، دي تعليمات لك، اوعك تبقى صوفي. قال استاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، ها؟ قال ليه أدبع كالصغير، قال لا تميل أبدا لغيره. يا ناس ده اسم اضطهاد، ها؟ قال لا تميل أبدا لغيره، قال كن ثابت عنده، قال لا تضحك عنده. الشيخ قال لك أوعك تضحك عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة كان بيضحكوا معه، ولا ما كده يا ناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يضحك مع الصحابة ويضحكون معه. قال لا تضحك عنده. أخطر حاجة قال البرعي في الأبيات دي، والبرعي ده طبعا عبارة عن شاعر بتاع شرك ما أكثر من كده، قال في كربك أنده. يعني لو جاتك مصيبة تسأل ربنا سبحانه وتعالى، ده انت الطالب الموحد. لكن لو بقي صوفي واقع في الشرك تنادي الشيخ. قال في كربك أنده بيضغيفك جنده. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة يونس، ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني لو جاتك مصيبة ما بيكشف منك إلا الله سبحانه وتعالى. لكن البرع الدجال قال الشيخ بيكشفه. بل البرع برضو في كتاب رياض الجنة قال إن ناب خضب في البلاد نزيل. يعني لو جات مصيبة في البلد قال قل يا ولي الله إسماعيل. يا ناس الإنسان لو جاءت ضيق الزول المسلم بيسأل منه؟ بيسأل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن الصوفية يقول لك نادي الشيخ زي بتاع انكسل ديلك بنادو منو اسمه الحسن، يقول لك يا الحسن من المحن. ده شرك بالله عز وجل. أوعك تكون مهندس مشرك، كون مهندس موحد والله. لأنه ما ممكن أنت تقرأ هنا وتشيل عقائد الصوفية تكون زول مهندس. يعني زول ما شاء الله اتعلمت كويس وبقيت مهندس وبقيت استشاري وإلى آخره، بعد شوية تكون صوفي عقلك تحت الجزمة. طبعا الصوفي عقله بعفصه تحت والله، بيخلي الله الخلقه بينادي له زول ميت. قال نادي له سيدي الحسن، ده في كسل هناك ميت هناك. قال ذهبت تاك المؤتمن، قال عاقدين عليك كل الأمل أدركنا يا سيدي الحسن. ده الصوفية طبعا، دي عقائد الصوفية، بنادوا غير الله سبحانه وتعالى، ودعاء غير الله عز وجل كفر بالله وشرك بالله عز وجل. عشان ما يغشوك يقول لك ده توسل. الشيء لما التوسل مع دعاء غير الله عز وجل شنو؟
شتان بين مشرق ومغرب، ما في علاقة بين التوسل وبين الدعاء. الواحد ينادي يقول يا البرعة الحقني، تقول له يا زول الكلام ده شرك وده كفر بالله عز وجل، لقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة المؤمنون، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر. إلها آخر يعني معبودا آخر، وما يغشوك يقول لك لا الكلام ده عن المشركين. المشركين طيب عمل شنو يا صوفي؟ المشركين دعوا غير الله عز وجل، وزي ما بينوا لك الإخوان، وشوف المشركين الزمان أقل شركا من الصوفية. هسه نبين لك المسألة دي كيف يعني. الصوفي الآن في الشدة وفي الرخاء بنادي شيخه، وناس أبو جهل وأبو لهب في الشدة ما بعرفوا إلا الله، ممكن في الرخاء ينادي اللات والعزة وكذا، لكن في الشدة بنادي الله سبحانه وتعالى براه. ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. شفت لما يركبوا السفينة والأمواج يعني تأخذ السفينة وتميل بهم، بنادوا الله براه. ربنا قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تعرف المشركين زمان في الشدة ما بنادوا إلا الله سبحانه وتعالى، مع أنه مشركين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. أها الصوفية كيف؟ الصوفية البرعي قال بناديهم، بناديهم ديل منهم ديل ديل الصوفية الدراويش بتاعينهم، قال في كل قضية بناديهم، يعني في الرخاء وفي الشدة، قال حيين ميتين بناديهم، قال في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي. ده ما أكبر من شركة أبو جهل ده ما أكبر منه. ربنا قال فإذا غشيهم موج كالظلل، ده للمشركين، دعوا الله مخلصين له الدين. شفت الفرق بين ناس أبو جهل وبين ناس البرعي وناس محمد المنتصر اللي زيرك؟ ديل في الشدة بنادوا شيوخهم، وديل المشركين الذين حاربهم وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وتبرأ منهم، ديل بيغر إنه ويدعو في الشدة الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يشركون به بل يشركون في الرخاء. لكن الصوفية زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، طبعا ده العامل أكل لأي زول مرضان وأي زول عقيد تفاز، في القاعدة الرابعة من القواعد الأربعة، ودي كتب قيمة جدا والله، تقرأ تاني صوفي خش لك في راسك ما في، لأنه الصوفي بيدعو للشرك. في القاعدة الرابعة قال فاعلم أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، وجاب الآية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما الصوفية ديل بيقول لك قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله البيزيل البي، قبل فوق نادي أهل الزوق. يا صوفي يا مهندس، أنا قصد الصوفي اللي بيقرأ في جامعة في كلية الهندسة هنا، خليك صوفي واعي يا أخي، اقرأ القرآن. ربنا الصوفية بيقولوا قبل فوق نادي أهل الزوق، قبل تحت نادي بمسك، في شيخ قال اسمه بمسك، قبل يمين نادي الصالحين، قبل شمال نادي بكمال، قبل وراء نادي بشرى، قبل قدام نادي الهمام يلفوك قوام. طيب الله خلوا لي فرقين هذوبا، صوفيا قفلوا المنافس كلها، بل حتى النساء تجد واحدة فنانة والفن ده حرام وكله ضلال وباطل، تلقاه بعد ده بتنادي الشيوخ برضو، والله بتقول ناديت قلت يا الله ويا الشيخ دفع الله، مشرك والله، زول بنادي غير الله عز وجل مشرك، لأن دعاء غير الله عز وجل شرك. ولو دار تعرف أضل مخلوق في الدنيا دي أو في الأرض ده الذي يدعو غير الله عز وجل. ربنا قال في سورة الأحقاب قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ناس البرعي والكباشي والمكاشفي، ربنا يتحدام. ربنا قال أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بعدك ربنا قال ومن أضل، يعني لا أضل من
من الذي يدعو غير الله عز وجل؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فنحن نرجو من الطلاب ودعوتنا في هذه الجامعات أولا ندعو الناس إنه يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه شوف التوحيد ده، إنت لو وحدت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى وعدك بالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. موحد، زول موحد بيعتقد إنه ربنا سبحانه وتعالى بيده كل شيء، زول موحد. وأما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. أساس لي زول من الناس اللي فيه سهل ما فاهمين حاجة ذي، قل لي أخطر جريمة شنو؟ واحد يقول لك أخطر جريمة طبعا السرقة. ليه السرقة؟ لأنه نهبوه جلكسي بثمانية مليون، تعرف؟ طبعا عنده هوس في رأسه إنه ده أكبر جريمة. وإنت يقول لك أكبر جريمة الزنا، والزنا من الكبائر وحرام وكل شيء. واحد يجي يقول لك يا أخي والله أكبر حاجة قتل النفس، دي كلها كبائر وكلها حرام، لكن أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بالله تخيل الصوفية الضالين ذيل، ربنا يرزقهم بالأكل، يأكل كويس، يمشي هناك يضرب له فتة أو مندي أو غيره، تمام الحمد لله. وبعد ذاك يشرب له عصير، مش كذا؟ وبعد ذاك تلقاه يعني أخذ راحته تمام، فاتخشى الحصة، لو عترت له طوبة ساكت. بيقول شنو؟ بيقول: يا ود بدر من الفقر. يا زول انت ما نصيحي يا صوفي، الأداك أكلت أسي دمنه، أسي الأكل اللي أكلته ده الأداك له منه؟ ربنا سبحانه وتعالى، وربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، وهو الذي أمرنا أن نعبده سبحانه وتعالى وحده ولا نشرك به شيئا. فأخطر ذنب عصي به الله عز وجل في هذه الأرض أو في هذه الدنيا هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال: ما بيغفر الشرك. شوف تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بأي ذنب دون الشرك ممكن ربنا يغفره، ربنا ممكن يغفره. ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وربنا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نكتفي بذلك إن شاء الله، نواصل بعد صلاة العصر، فنرجو منكم الحضور. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.